مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث والاخير من برنامج استوديو الخضر. مازالكم على المباشر رفقه سيد مولود عبود مراد الحلو الحاج عدلان ورفيق واحد مراد الحلو. ربما سؤال ليك يعني جاني دركا، كيف شاركت في الاجتماع هذا يا رئيس نصر حسين داي رئيس النادي الهوي ولا المدير العام؟ شوف نحكي لك دو زونا حتى لما دخلت نقول هنا سي مولود يقول لك حتى لما خديت لا بارول حتى احنا في سنتين ما عرفناش واش نديرو رئيس نصر حسين داي ولا هو كي جيت ناخذ الكلمه قال له مدور قال لزتي قال له قول له يتكلم باسم مين درك وقعدوا يضحكوا. قلت له على كل حال هذه لاني لا 15 اني تاعي اون طونك مسؤول سافو دير مراد الحلو راه اسمح لي نحبس فيها انا هي بالك من الناحيه القانونيه المشاركه الجزائري ما توقفش فيها كثير في الدوكري كان 73 لكن اخلاقيا انا شبوسك ما تجيش باسكو ما تقدرش يعني نزاهه اللعبه تكون في خطر غدوه انت اسمح لي غدوه بليدا ما في لاليك اون مع النهد انت راك في معليش ما سي لا كوب يقول لك انا نتيري ودارني ماتش ولازم بليده تسلك النهد تمدل لهم ها هو شوف هو خليني معليش نقول لك القانون واش يقول في الدوكري 1573 يتكلم على تروا تيب دو سوسيتي صار ار اس اس بي اس اس بي في الار والصار كاين ان باساج يتكلم في الارتيكل 18 شاك يعني قانون اساسي يقول لك ما يقدرش يكون هاوليك اللي جبت القانون يعين الشريك الوحيد المدير الذي لا يمكنه الجمع بين وظائفه ووظائف مسير شركه اخرى من نفس الاختصاص. هنا يتكلم في الار ومن في الصال نفس الشيء. في الصال يقول لك ويعين الشركاء المدير الذي لا يمكن الجمع بين وظائفه ووظائف مسير شركه رياضيه اخرى من نفس الاختصاص. خلاص واضحه. ولكن في الاس خليني نكملك في الاس اس بي ما يتكلمش لكن في القانون بصفه عامه واش يقول لك؟ يتكلم على الدوكري 1573 في الماده 8 كي يتكلم على الاتفاقيه، الماده 8 في الفصل الثاني شروط تاسيس شركه رياضيه تجاريه من طرف نادي رياضي هاوي، يتكلم على كل يعني لي تيب دو سوسيتي. يقول لك على يجب ان تكون هناك اتفاقيه بين النادي الهاوي والشركه اوبليغاتوار. من بعد واش يكون؟ يقول لك تحديد شروط استعمال الشركه للتسميه والعلامه واشارات اخرى للنادي باينه ومده الاتفاقيه وكيفيه تجديد العقد ولا فسخه. ولكن كي يقول لك يجب يدير خمس سنين ولا سته ومن بعد يولي المشرع الجزائري يقول لك يجب. انا قريتها القراءه تاعي ممكن تكون خاطئ من جانب اخر. يجب ان تصل الى ان تصل الاتفاقيه على انه لا يمكن اي مسير نادي رياضي هاوي ان يتقاضى اجرا مهما كان شكله من الشركه ولا اي مسير شركه ان يتقاضى اجرا من نادي الرياضي الهاوي. هنا المشكله بالعربيه ماهيش معرفه، هنا نكره. كاين فرق بين النكره والمعرفه. ما قالش الشركه وهذا النادي الهاوي، قال يجب ان تنص الاتفاقيه دوما جينيرال على انه لا يمكن اي مسير نادي رياضي هاوي في المطلقه ويتكلم. شنو في دير نقدر نفهمها انه لا ما تفهمش، لازم تزيد على قانون واحد اخر. تفضل روح، لازم ترجع الكات تاعك والكات تاع اللي لو ميم كا. لازم ترجع درك للقانون تاع فيفري 2015 تاع لا كونفورميتي دي كلوب اماتور. ترجع وين تما يحدد النادي في حد ذاته، النادي الهاوي تاع اللي راك فيه ولابد تعاود تروح للتكست وتجبدو تلقى يحدد لك بلي الدكري وشنو هو في القانون في ستاتوت هو لي ستاتوت تاع الجمعيه تاع الجمعيات قانون الجمعيات الجديد اللي داروا فيه لي كونفورميتي تما يحدد بلي معنا ماشي 206 ماشي كلمه على قانون الجمعيات 206 لا ماشي 206 غير انا نهضروا عليه تاع فيفري 2015 هو اللي فيه لي كونفورميتي وين يحددها في الفريق اللي برا خارج كيما باغ اكزومبل انا ولا عليق نو نو سوم با دي اكسيونير اون ني با دي اكسيونير في هاد الفرق سواء شباب الوزداد ولا اتحاد البليده ولا فريق واحد اخر. هو يقول لك لكن راك رؤساء يحدد باللي ما عندكش حق في الفلاكسيون. ما يعنيش انني نكون عامل في مدار ولا في اتحاد البوليده ولا في شركه واحده. اليوم كان ترسيم تاعك في اتحاد البوليده
كان تقديم لا يقعد مازال اجراءات اداريه سي مراد جاوبني معليش مش الاخلاقيين هنا شوف الاخلاقيين نقول لك باللي واحد اليوم تلاقيت سمح لي باش نعطينا باش نعطينا المعلومه يعني اليوم تلاقيت مع الوالي وكان اللقاء بينك وبين اللاعبين حتى تاع اتحاد بوليده كان اللاعبين وكان الشركه هذا هو النوفو باترون تاع اتحاد بوليده الشركه وكذا تلاقينا وصدير تقدمنا هكذا ولكن يقعد نشاط لأن لماذا احنا ما درناش كاع الأمور تمتم لأن المدة مازالها طويلة ما مضيتش وزيادة على ذلك إن أنا نشاطر يعني وحيد في الموضوع أنه لما إلى رحت الفريق واحد آخر رغم أن القانون ما يمنعكش أنك تكون عامل ولكن مالغري كو توني با اكسيونير باغ اكزومبل في الاتحاد بليده ولا في شباب الوزداد يرجع انك توجور سي دو زونتيتي اللي يتصارعوا في الميدان باغ اكزومبل اون فا با لي تري لوان باسكو رحتوا اكزومبل تري لوان عندي ان اكزومبل دون دي جور اكزاكتومون لو كان طيح بليده مع الناس دونك في الجيري اون بليس اسمح لي راه في السطر راه بعيد بقاو 10 دقائق سؤال سيده مباشره من فضلك في لاكوب دالجيري بليده النهد ايه داكور اوكي هي واحد يربح واحد يخسر لابد تطلع مع الفانكور مع اللي خسر لاكوب ونشفق على الفانكور لا لا مع تطلع النهائي تدي واش النهائي تدي واش النهائي تدي نهائي كاس الجزائر نطلع مع اللي يربح مراد الحلو مراد الحلو سادير ما يدير سانسير سادير جو في اتر تري سانسير اكتيالمون لما تروح للاتحاد بليده سادير لا سيكسيون فوتبول quelque part on va déléguer une autre personne du CSA qui va être détaché au football il a حب وتريد انت هو الامر والنهي وانت هو اللي صاحب القرار صاحب القرار في اتحاد بوليده في اتحاد بوليده هذا هو سر النجاح ولا سر تاع وتقرر في نصر حسين بيت لا لا ما تقررش خلاص نهائي كره القدم في الاجتماع والشيخ كنت حاضر على انه الشركه البروفيسيونال التجاريه هي اللي تولي تجيري ميم لي جون كاتيجوري لا لا سي لانفيرس وين هو قال عودة الفئات الصغرى هما ذكروا نادي الهوي الاخ نادير تاع البرج كان ذكر واحد القوانين ورد عليه زتشي قال له قراءتك خاطئه في الحقيقه لو سي اس اي تان اكسيونير دون لا اس اس بي ا اي جو كونسيدير كو بوتيتر لا اس اس بي ا جير الرديف ولي سينيور اما لو سي اس اعطوها كيلك شوز ا متر سو لا دون ليكول دو فوتبول لي يو 13 يو 15 يو 17 يو 19 اون ديسكوت سي مراد الحلو احنا اون فا فو كيلك بار قال اون فا فو فورسي في لي كونفونسيون اسكو لو سي اس ا بارتيسيب كاريمون دون لا في دو لا اس اس بي باش باسكو كاين واحد الامور اللي هي قانونيه واللي لابد نخترقوها بهاد لي كونفونسيون راح نتكلموا عليها في مواضيع اخرى نعاودوا لي خطيره جدا اللي لابد في هاد لي كونفونسيون هما اللي راح يوضحوا الرؤيه نعم سي مراد الحلو نعاود نولي لك يعني الوضعيه تاعك في يعني اولمبي المديه عاودت وليت كنت في نصر حسين داير رحت لاولمبي المديه عاودت وليت لنصر حسين داير واليوم نصر حسين داير واتحاد البوليده ما تظنش يعني انه لما نكون مسير على راس فريق كره القدم ماهوش كيما لاعب ولا كيما مدرب كاين واحد لونجاجمون يعني تاع اكثر منه اكثر من تاع لاعب ولا تاع مدرب من ناحيه تريكون تاع خلاص الموسم On parle de professionnalisme. Donc, on parle, c'est presque comme un employé. Mm-hmm. Bon, je suis bénévole, mais ça reste toujours, c'est un poste. Directeur général, il est Je suis bénévole, je ne prends pas d'argent parce que je n'en ai pas besoin en ce moment. حاب تقول انه في البوست يعني المهام تاعك في اتحاد البلده ما عادش تخلص فيه. ما عادش تخلص. C'est-à-dire, je suis passionné par le football. J'ai eu une proposition. Je considère que Je veux toujours monnayer mon talent. Comme joueur, on dit que le club a 6 points, il y a 15 points. Il y a un défi important. Il y a un moyen avec une possibilité de recrutement de 5 joueurs. Est-ce que je suis en mesure, avec l'expérience que j'ai, de faire ce club qui était dans la phase aller dernier يولي في لافاز روتور شامبيون وداروها شبيبه القبائل الموسم الفارط تكلموا على شبيبه القبائل من فضلك حاج عدلان في الدقائق اللي قعدوا لنا شبيبه القبائل يعني ربما في الموسم في نصف الموسم اللي داروه لحد الان
كان في المستوى، شفنا نتائج كبيرة حققتها شبيبة القبائل مقارنة بالموسم الفارط، شفنا الجمهور اللي عاد لملعب أول نوفمبر، شفنا الشبيبة كما الكل يحب يشوف الشبيبة في كرة القدم الجزائرية، شفنا حتى عائلات في مدرجات ملعب أول نوفمبر، ربما في وقت كنا وكان الجمهور الجزائري حتى ماشي من مناصرين شبيبة القبائل كان ينتظر كيفاش راح تكون الشبيبة بعد محشريف حناشي. يعني ربما مشوار تاع شبيبة اليوم هو أحسن رد في المشككين تاع المشروع تاعكم، كان المشروع تاع شريف ملال. لا دونك المشروع هذا صافي لونطون بلي كان عندنا مشروع عندنا شخصيا، كي كنت نجي للبلاطوهات تاع كل تلفزيونات كان عندي مشروع، المشروع تاعنا وتاع ملال متقارب يعني سي لو ميم بروجي. دونك ملال كي جا إلا إيو لو كوراج باسكو سي با فاسيل دو بروندر ليكيب العام اللي فات في الظروف هذيك وين كانت. تو الموند افي كونداني لا جي اس كا ا لا ريليغاسيون دوطون بيسكو ليكيب تاعنا ما كانش الدور ما كانش تمشي اللاعبين كانوا متخوفين يلعبوا شوتو في تيزوزو. دونك هذاك الكوراج هذا كان جيتي لو سول لونيك اللي كنت مع ملال منذ البدايه، امنت بالمشروع تاعو وشفت فيه باللي انسان اللي عنده الكوراج وما يخافش. قلتها بليزيور فوا، قلت بان كلنا والله العظيم بالشعب بالمسيرين كلنا كنا متخوفين باللي نحبطوا. هو قال لك لا ما نحبطوش، راني هنا وقفوا معايا. دونك السيد هذا عنده الكوراج، الحمد لله وصلنا لتوك. ومن بعد كي خلصت لا سيزون، اون انتامي لو بروجي تاعنا، اون لا ميون بلاس افيك دي اون ريكروتي دي جون كي فالي. جو لوي في دي بروبوزيسيون، ايل اكسبتي. دونك اون ريكروتي لي جون مانتيغ دي زونسيان جوار، اون مي لو بروجي اون مارش، اون ريكوبيري لي بيان تاع لا جي اس كا بور لي ميتر en pratique, c'est-à-dire utiliser le projet, que ce soit le centre de formation ou là, le terrain. On a loué un hôtel à Tizi Ouzou pour héberger les joueurs qui vont être prêts d'ici fin décembre. Avec même, le cercle, on l'a récupéré. Tandim. Pour ça, le projet en lui-même, sincèrement, il est en marche. أو يتمشى بالعقل. محمد، هو كان يتكلم على الانفلوب تاع لما نجي قال شوبريا متر 30 مليار. Non, jusqu'à maintenant, je pense qu'il n'est pas loin de 20-25 milliards. Il n'est pas loin. Mais aujourd'hui, l'objectif est à combien? Mais il y a 10 points pour le maintien. هذه على غيرو هذه هكذا البوا على غيرو هذه النص الموسم كيما هذا ما تقدرش تقول لا سي با سي بو نو با بروميت باسكو لي بروميس هادو ان لو مين اريا ستادي كو جو دي سا سي با هيبوكريت مي جو دي تو سامبلومون كي نو راس 10 بوان ومن بعد كيما قلت انا قلت سي يا كيك شوز كي نو طون لي مان جو بو غارونتي كون با ساكروشي بروجي تاع بوان تاع ما لون تيرم البروجي تاع المدرب تاعكم المدرب تاعكم تكلم قال له قال لك انا في الفريق تاعي نسحق ثلاث لاعبين، مهاجم، وسط ميدان دفاعي، وسط ميدان هجومي. لحد الان شباب القبائل ما ضمنت ولا مازال صغير. احنا اون كري كوم دابيتود اون سيلول دو ريكروتمون كي شوف بالعربي كان كازيمو سيرتين راه جي بالعربيه سيتي اتحاد الحراش جي با دي كو سيتي اكي مي سيتي لا جي اس كا كي لافي ديكوفير كي كي ابري اتاش افيك لي. Il est libre de choisir. Il a choisi d'aller à l'USMA. Le projet, c'est pas une question d'argent. Avec la GSK, tu vas progresser. Avec la GSK, tu vas jouer titulaire. Avec la GSK, tu vas faire ceci. On a un projet, c'est des jeunes. Tu veux t'associer à ce projet maintenant. S'il a choisi autre chose que le projet, ben c'est son droit le plus absolu. Justement, hadith à la Tabti, Aribi, و مرباح كذلك، وحديث كذلك على ان اكور تروفي افيك زتشي فيما يخص اللاعب مزيان سي ياكي سي باكي زيني حتى لو تروفي لا يتوش ان تونيزي. دونك ولا سي سكي لا قال كل راح لتونس الله يبارك ليسبيرونس ولا ما راحش لتونس. لا بروغرام بروغاسيون تاع بن يوسف تاعي بن يوسف بن خليفه On va tout faire pour acheter le. Il y a des choses que nous sommes bien, mais si on ne va pas à l'extérieur, il va y avoir quelque chose. C'est le même chose.
لتونس نجي. نعم. وفيما يخص تبتي عربي ومربح هادو ما مازال يعني عندو في الشركه. اسكو كاين ديجا دالمول اللي راحين يطلعوا سينيور هاد لابيرو تاع ميركاتو؟ ديجا جوج دو ميركاتو هادي في الترافي فيرنال. كاين ديجا اللي راحين يلحقوا لك الشركه. كاين ديجا ديجا دو 18-19 ans à peu près. De... احنا on va opter pour les jeunes, je ne sais pas. La politique, c'est la jeunesse. سؤال حول قضية دياوارا ومالو للنوادي تاعهم. يعني رفعت الشكوى عفوا على مستوى الفيفا فيما يخص مستحقات الانتقال تاعهم إلى مصر. قبل اللاعبين تاع الشبيبة. اللي كانوا في شبيبة القبائل. دياوارا ومالو. هذا ملف قديم، مي كوم كيما يقول الدوري on a pris le passif et l'actif donc on doit régler ce problème, on va trouver une solution pour le régler. وين وصلت القضية تاعهم هذه؟ لا pour l'instant on n'en a même pas discuté sincèrement. وتشي في استقاد ما يروحش في لا في استقاد وتشي ما بوتش بالك كي باه parce qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui on n'a pas le choix. Aujourd'hui je préfère sincèrement Miller préfère les garder jusqu'à la fin. Jamzani peut possible يروح وتشي. Ça, c'est une autre éventualité. Si on a, si on a une proposition intéressante, pourquoi pas. نعم ولاعبين القدامى يعني اللي كانوا الموسم الفارط واللي راحوا للسيارة مثال يطو خلصوا كما خلصوا قبل الأجل أوبليجي. شحال كاين ديون؟ كاين 30 مليون دو دينار 30 ولا 35 مليون دينار. ما راحش يكون مشكل في لا 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 ما كاينش مشكل. سي دير مبخشوش راح On l'a prêté, on l'a prêté. Mais il a dû venir dans la fin de saison. Il est en sous-contrat à la GSK pour une année et demie. On l'a prêté pour six mois. Si on a une proposition intéressante. Il n'y a pas eu de regret parce que quand Ando était salé au début du mois, مع فرق في الخارج يعني حسيتو في الخليج في الخليج جاي في الخليج بون مي ابري الوقت هذاك ديما الى فيكري اون لوي يفولي لا ريكوبيري مي فينالمون رفيق تفضل برك على نودي لا سيسبونسيون تاع ملال راكم مقتنعين انه كان تجوا تروحوا للركور العقوبه سترفع اسكو عندكم جو دي با دي غارونتي ولكن من الناحيه الشكليه الملف تاعكم الفون تاع الملف عندكم عنده الحق ملال برك الشكل ما احترموش هل سترفع العقوبه عليه ولا لا؟ لا لا احنا سانسيرمون اوني كروا بوكو سانسيرمون انا جو سوي بيرسوادي بلي جو سوي بيرسوادي كو لا ليفي دو سانكسيون تاع ميلر فايت سانسيرمون نوتيفيو لكم العقوبه تاعو لا لا جوستومون سي سا للان لا 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 سي با لا سويت القانون هذاك الوقت ما نوتيفيو شا بس لا ديكلاري باسكو القانون لا اسمح وي راح يخفوا له العقوبه مادام هي هي مشات درك شهر وشهرين لا باسكو لا اعطاك لو سكوب ابيرجا رفيق شكون كوندالي حنايا سي كو لا سانكسيون ايل ا ايتي فيت با سيت سو سيت قال لك لا هي يقول لك واش ينشر في لو سيت بلغ لك ولكن يقول لك لارتيك 102.3 ريغلومون تاع كوميسيون ديسيون يقول لك بالقانون والحجه وي لازم تنوتيفي في لي 48 وي تبلغني وي تنوتيفي في لي 48 فوالا سؤال اخير ربما على الاكاديميه يعني راح تلونسيوها ان شاء الله في شبيبه القبائل اللي راح يكون على راسها فرقاني وقتاش يمضي وقتاش peut-être à partir de 2019 janvier 2019 وقتاش يمضي يعني العقد تاعو قلت لك ابارتي جانفي 2019 واللي يعني واش هما واش هو المشروع تاع هاد الاكاديميه المشروع يبا فير دو جانفي جوسكا جوان يبا فير لا بروسبكسيون بروسبكسيون uniquement بروسبكسيون à partir de janvier 2019 ندخلوا لا elles sont notifiées. Un des deux. Prennent effet, elles sont notifiées. Qui tu dit le recours, avec le droit qui t'a la notification, les deux jours d'attendre, ouvrables, avec le droit de recours. Elle a dû être notifiée par mail. Par mail. Mais là, c'est comme les deux jours, même pas des deux jours. Mais un peu en retard quand même.
100 روتار فوالا ماشي في لي كاروتي حتى هما حتى ما طول حاج عدلان حاج عدلان صافي بليزير يعني تسمع الاشياء هذه ومشاريع هكذا تاع شباب القبائل اللي كيما قلت عاود ولات كيما نحبوا نشوفوها لانه شباب القبائل لا فيترين تاع بطوله بلا شباب القبائل كيما النوادي الكبيره الاخرى نعم بطوله بلا شباب القبائل نظن باللي تخص حاجه كوم سي عندك ان بلا كوسكوس ميزون ما يكونش فيه الاكسو ما نظن باللي لما تكون شباب القبائل في نعم. المستوى نضربوا لي بطولات مد دوك هاج ديك تفضل تفضل الحاج نزيد حاجه كانت في الاجتماع هي تي امبورطون وين 20 سكوند من فضلك الحاج ها 20 سكوند من فضلك الحاج 18 لرئيس الاتحاديه اي سي تونجاجي ا تروفي دي انفستيسور بور لي كلوب كي ديزير اتر كو اوفرير لور كابيتال شي اون كي اكستراوردينير حيرتنا المساله لان السوفرات ولي كلوب اللي كانوا يريكلاميو على سون اتراك وكما شاب القبائل نتمنوا كل التوفيق كذلك وعوده عوده 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 قويه ان شاء الله لاتحاد البوليد ان شاء الله فريق كبير ثاني ويكون عنده ويمثل 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 ونصر حسين ده راهو بين ايادي كاين الحاج راهو مام راهو في بارتو مي مازالو في نصر حسين ده يشكركم ضيوفنا ما بقاش وقت الحديث شيق معكم لكن ما بقاش وقت في هذا البرنامج شكرك دم شكرا كل خير شباب القبائل ولجمهورك شباب القبائل سي مراد الحلود دار دارك نتمنوا النصر حسين دايب واتحاد الوليدة وحتى اولمبي المدية يعني نتمنوا لهم كل التوفيق رفيق وحيد حاج عدلان انتم داركم انتم اولاد الدار يعني يعطيكم الصحه نشكر كل من ساهم كذلك في اعداد هذا البرنامج نشكر الفرقه التقنيه اللي راهي في هذه الساعه راهي في لاريجي باش تسهر على إعداد وإخراج هذا البرنامج شكركم ثم كذلك مشاهدينا الكريم تلقوا في مواعيد أخرى تهلا في روحكم إلى اللقاء.